كلامك، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بفضل الله ومنه أتممنا بالأمس متن الدروس المهمة لعامة الأمة. نراجع ثم ننظر يعني ماذا يكون بعد هذا. من يقول لي ماذا أخذنا بالأمس؟ ها، بسم الله. نعم، قلنا أن الدروس المهمة هذه تحتوي على أقسام. الأول حال السلف مع القرآن، وقلنا لابد يكون عندنا حفظ يومي ونظر يومي في تفسير معاني القرآن والاستعانة بالله على العمل يومي، إدمان. نعم. الثاني التوحيد وما يضد التوحيد. الثالث الصلاة. والرابع الوضوء والطهارة، اغتسال، التيمم، قلنا أداب قضاء الحاجة، الاستجمار، الاستنجاء، ثم تجهيز الميت، تكفيني والصلاة عليه، والآداب والأخلاق الإسلامية. ولهذا قلنا أن هذا الكتاب، اترك الكتاب يا شيخ، قلنا هذا الكتاب يصلح أن يدرس في كل مكان، في كل وبكل لغة. نعم. ولغير المسلم، والمسلم الجديد والمسلم غير الجديد. نعم. شروط الصلاة وهي 9. شروط الصلاة 9، وقلنا أن بهذا نستطيع نضبط العلم. بعد هذا ممكن تقول هذا الشرط في خلاف وكذا، لكن لابد نضبط شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة. ما الفرق بين الشرط والركن والواجب؟ الشرط خارج الماهية، الركن ويمتد لابد من أول العبادة لآخر العبادة. مثلا الوضوء، الوضوء في الصلاة لابد يكون في كل الصلاة، صحيح؟ استقبال القبلة في كل الصلاة، ستر العورة في كل الصلاة. أما الركن داخل الماهية ويكون في جزء من أجزاء العبادة، مجرد تقول الله أكبر انتهت تكبيرة الإحرام. لا يقبل في ترك الشرط ولا الركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. لو قال نسيت قراءة الفاتحة قل الصلاة باطلة، تعمدت ترك قراءة الفاتحة الصلاة باطلة، كنت جاهل ولا أدري أن قراءة الفاتحة ركن أركان الصلاة نقول لابد تعيد الصلاة الحاضرة، مفهوم؟ أما الصلوات الفائتة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادة كل الصلوات، وأمروا بإعادة الصلاة الحاضرة. والواجب مع الركن أن الواجب يقبل فيه جهل ونسيان ولا يقبل فيه عمد. يعني الآن التشهد الأول، يسألك سائل يقول فلان من الناس ترك التشهد الأول، تقول عمدا الصلاة باطل، جهل ونسيان الصلاة صحيحة، مفهوم؟ تمام. اجلس. ها غيره. ها نعم. أخذنا شروط لا إله إلا الله أنها 8، وأن مفتاح الجنة لا إلا الله، لكن المفتاح لا يفتح إلا بأسنى. تمام. هذا ذكرنا الأخ بسجود السهو، يقول أسباب سجود السهو 3. السهو له 3 أسباب: زيادة ونقص وشك. أسباب سجود السهو 3: زيادة سهوا لا عمدا، ونقص سهوا لا عمدا، لكن لابد ألا يكون النقص للأركان، لأنه لو كان النقص للأركان لا يجبر سجود السهو، لابد يأتي بالركن وما بعد الركن، فهم؟ أي نعم. زيادة ونقص وشك، هذه أسباب سجود السهو 3. الزيادة، متى تيقن الزيادة وجب عليه أن يقطع هذه الزيادة ولا يستمر. يعني هذا الشيخ يصلي صلاة الظهر وقام إلى 5، مجرد عندما قام وقال الحمد لله رب العالمين تيقن أنه في 5، صح؟ لو زاد آية الآن بطلت الصلاة بعد أن تيقن، ماذا يصنع؟ يجلس مباشرة، مفهوم؟ تمام. إذن الزيادة أخذنا، النقص ننظر، وهذه ثمرة
ضبط إيش؟ الشروط والأركان والواجبات. النقص إذا كان ترك ركن من أركان الصلاة، الصلاة باطلة، لا يجبرها سجود السهو حتى يأتي بالركن وبما كان بعد الركن، لأن كل شيء بعد الركن جاء في غير موضعه، كل شيء بعد ترك الركن هذا سهوا جاء في غير موضعه. أعطيكم مثال، الآن هذا الأخ يصلي صلاة الظهر، يصلي صلاة الظهر، في الركعة الرابعة تيقن 100% أنه في الأولى لم يقرأ الفاتحة، في أي ركعة؟ في الرابعة تيقن أنه في الأولى لم يقرأ الفاتحة، هذا معناه أن الثانية والثالثة والرابعة جاءت بعد ترك الركن في غير موضعها، كل شيء بعد ترك الركن لاغي، يرجع إلى الأولى يقرأ الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وبعد هذا يسجد للسهو. مفهوم؟ مفهوم. إذا كل شيء بعد ترك الركن يعتبر لاغي لأنه جاء في غير موضعه، تمام. لكن لو ترك واجب، قلنا إذا ترك واجب كان النقص لواجب من الواجبات مثل التشهد الأول، إذا انتقل عن مكانه لا يرجع إليه. ولكن إذا مثلا هذا الأخ في التشهد بدل أن يقول في التشهد الأول التحيات لله والصلوات والطيبات قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، ثم تنبه، الآن يستطيع أن يستدرك؟ نعم، نقول اقرأ الآن التشهد، مفهوم. لكن إذا انتقل قام مثلا بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية المفروض يجلس للتشهد، قام، إذا قام ما يستطيع يرجع، شرع في الثالثة خلاص لا يستطيع يرجع ويسجد سجود السهو، وهذا ثمرة ضبط الواجبات والأركان، مفهوم؟ تمام. ولهذا يسأل بعض الناس يقول ترك التشهد، فلان من الناس في الصلاة الرباعية ترك التشهد، ما حكم الصلاة؟ نعم، نسأل أي تشهد ترك؟ إذا التشهد الأول نسأل هل ترك عمدا؟ الصلاة باطلة، جاهل ناسي الصلاة صحيحة، تمام. وإذا التشهد الأخير الصلاة باطلة بكل حال من الأحوال حتى يأتي به، صح؟ تمام. ترك الصلاة الإبراهيمية، نعم الصلاة باطلة، يقول لازم في التشهد الأخير الصلاة باطلة، في التشهد الأول الصلاة صحيحة إذا كان بغير عمد، مفهوم؟ تمام. إذا أخذنا الزيادة والنقص، الثالث الشك، الثالث إيش؟ الشك. اسمع، عندنا قاعدة مهمة جدا في الشكوك، في الوساوس في الشكوك، كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقاً ولو كان 99%، كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه ولو كان 99%، مفهوم؟ مثال، هذا الأخ صلى صلاة المغرب الآن مع الإمام وقال أشك 99% أني في الركعة الثالثة في صلاة المغرب لم أقرأ الفاتحة، الصلاة انتهت؟ انتهت، صح، والشك جاء بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، لو رجع وعاد الصلاة آثم، الله أكبر، كبر، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، جاء إليه الشيطان قال متوضي؟ قال والله ما أدري. قال إيش رأيك نراجع؟ قال إيه طيب. لا، كبر على ماذا؟ هو كبر على إيش؟ على أنه متوضئ، لو خرج من الصلاة آثم، لو بدأ يراجع مع الشيطان لا ما يراجع، لأنه دخل على إيش؟ يقين، لو 99%، مفهوم؟ هذا توضأ وبعد أن خرج من دورات المياه بدأ يمسك إيش في رأسه، هل مسحت رأسي أو لا؟ الوضوء انتهى أو لا؟ لو رجع وعاد الوضوء آثم، وهذه قاعدة مريحة، والشك بعد الفعل لا يؤثر،
بعد انتهاء الفعل. وحينئذ الشكوك تكثر. لو فتحنا هذا الباب ما انتهى عليك الشكوك، مفهوم يا أخي؟ أي نعم، خلاص. إذن مرة ثانية، الشك ينقسم إلى قسمين. الأول بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، هذا لا يلتفت إليه إطلاقاً حتى يأتي اليقين، يعني 100%، مفهوم؟ تمام. الثاني الشك أين الآن؟ داخل العبادة. نحن لا نتكلم فقط عن الصلاة، الصلاة الطواف. هذا الأخ أمس قلنا لكم صفة الطواف، طاف 7 أشواط وصلى الركعتين، وفي الركعة الأولى قل يا الكافرون بعد الفاتحة، الثانية الإخلاص بعد الفاتحة، ومشى إلى الصفا. عندما رقع للصفا نظر إلى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال والله أشك أنها كم شوط في البيت طفت؟ 6 أو 7. أنا متردد. انتهى الطواف، لو رجع آثم قال والله غلبت الظن عندي 99% أن 6 أشواط، لأن كنت اتصلت في الشوط الأول على فلان وفي الثاني على كذا وفي لو رجع آثم، مفهوم؟ تمام. في الوضوء، في الصلاة. الآن القسم الثاني، أين الشك؟ داخل العبادة. إذا كان الشك داخل العبادة ننظر، هل أنت من الموسوسين يعني دائما؟ لأن بعض الناس يقول أنا عندي قاعدة مضطردة في الصلاة، دائما أصلي وأسجد للسهو، دائما أشك سجدة أو سجدتين. فهذا إيش معناه؟ أن هذا موسوس لا يلتفت. قال سبحان الله كيف لا تلتفت؟ قل لأن أنت موسوس لا تلتفت، ودائما تجعلها سجدتين ولا سجود سهو عليك، وبهذا انقطع الوسواس عندك، مفهوم؟ كثير الشكوك لا يلتفت إلى الشكوك ونقطع عليه بهذه الوسائل، أو يترك الصلاة خلاص يكون مجنون، مفهوم؟ علاج شرعي. كثير الشكوك لا يلتفت إليه، قليل الشكوك قال أنا كل 6 أشهر أسجد مرة للسهو، هذا إيش؟ قليل أو كثير؟ قليل. عندنا هنا بعض الأئمة كان يصلي في الحرم، إمام يصلي في الحرم، قال لم يحفظ عنه أنه سجد للسهو من 40 سنة. 40 سنة. يقول أنا الآن عمري 25 27 وسجود السهو ما شاء الله، 40 سنة يصلي بالناس إمام ما سجد للسهو. قال ما سجد، ما لم يحفظ عنه أنه سهى في صلاته. هذا معناه إيش؟ تعرف إيش معناه؟ أولاً معناه الإخلاص لله، نحسب الله حسيب. الثاني أنه أكرمكم الله عندما يضع عليه في الخارج، الدنيا في الخارج، مفهوم؟ لا قدور ولا صحون ولا طلعات ولا جوالات ولا شيء، إذا صلى انتهى الموضوع، مفهوم؟ إيه نعم، تمام. إذن إذا كان قليل الشكوك قليل سجود السهو ننظر، ماذا ترجح لديك؟ قال والله غلبة الظن أنها 4 ركعات. نقول ابني على غلبة الظن 4 ركعات وسجد السهو. قال غلبة الظن كم؟ 3 ركعات. نقول اجعلها 3 ركعات وهات الرابعة ثم سجد السهو. إذا ليس دائما يبني على إيش؟ الأقل. خطأ اللي يقول يبني على الأقل، لا، يبني على ما ترجح لديه، على غلبة الظن. قال وإذا لم يترجح لديه شيء، استوى الماء والخشبة، إيش نصنع؟ يبني هنا على الأقل، مفهوم؟ إذا ليس دائما تبني على الأقل. أعيد مرة أخرى، أسباب سجود السهو 3: زيادة ونقص وشك. قلنا الزيادة متى تيقن الزيادة قطعها، والنقص إذا كان للأركان كل شيء بعد ترك الركن لاغي، فيأتي بالركن وبما بعد الركن، وإذا كان للواجبات وانتقل عن الواجب يجبر بسجود السهو والصلاة صحيحة. الشك ينقسم إلى قسمين، بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا ولو كان 99%،
وإذا كان داخل العبادة كثير الشكوك لا يلتفت إليها أيضا، قليل الشكوك يبني على ما ترجح، وإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. مفهوم؟ طيب، هذا ملخص لما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. مفهوم؟ تمام. غير ماذا أخذنا بالأمس؟ أركان الصلاة. نعم، صفة التيمم، فروض الوضوء وشروط الوضوء ونواقض الوضوء. أخذنا الحج بالأمس صفة العمرة وأركان الحج، وقلنا إخواننا لابد تحفظوا. فما جاءني واحد أمس يقول من أركان الحج الحلقة والتقصير، إيش علاقة الحلقة والتقصير؟ هذا ما يقول عالم. انتبهوا يا إخواننا، لازم نضبط العلوم. ها الشيخ أوقف. نعم، إيش؟ محاسن الدين الإسلامي. وقلنا أن ابن القيم رحمه الله قال لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدق إلا أنه أتى بهذه الشريعة لكفى أن يكون فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان، وأن لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة. واحمد الله أن الله اختارك أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ ترفع رأسك. نعم، أن الله سبحانه وتعالى اختارك بأن تكون من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تطأ راسك. مفهوم؟ أي نعم، تقول الحمد لله. نعم، طيب غيره. نعم أخي، أخذنا الزكاة، وأن الزكاة عندنا زكاة فريضة وزكاة نافلة. وزكاة الفريضة إما زكاة بدن هي زكاة الفطر أو زكاة مال، وقلنا الأموال تجب فيها الزكاة أربعة: النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة، العملات الورقية استرليني دولار ين يورو، والثاني الحبوب والثمار. الزروع لا. طيب، الحبوب والثمار، الحبوب مثل القمح الشعير، والثمار مثل التمر، والثالث هذا الخارج من الأرض، الثالث إيش؟ السائمة من بهيمة الأنعام، نرجع فيها إلى الحديث. مفهوم؟ السائمة هي التي ترعى الحلال المباح أكثر الحول، يعني ما يشتري لها علف، تخرج إلى المراعي ما شاء الله 6 أشهر فأكثر. من بهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم، والرابع عروض التجارة، وقلنا هذا أوسع شيء في الزكاة. تمام، الله يبارك فيك. نعم أخي، قلنا موجبات الغسل، وصفة الغسل على صفتين: صفة مجزئة وصفة كاملة مستحب، ما شاء الله. وغيره. نعم أخي، أخذنا أداب قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار، وأنه لابد أن يكون 3 أحجار منقية، ولا يستنجب بروث أو عظم، صح؟ ولا تكون نجسة أو محترمة أو طعام إنس أو جن أو دواب الإنس أو دواب الجن وغير هذا، أخذنا بالأمس. تمام. نعم، أخذنا الصيام، أن الصيام ينقسم إلى قسمين: صيام فرض وصيام نفل. صيام الفرض صيام رمضان والكفارات والنذور، وصيام نفل يعني عندنا بعض الأيام استحب صيامها مثل الاثنين والخميس والاثنين آكد، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام الأيام البيض، وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام 6 من شوال. هذا الصيام. نعم نعم، أوقف. يقول المحرمات 4 درجات: الأول الصغائر، وأعلى من الصغائر الكبائر، وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. الله يفتح عليك. نعم أخي،